شاطو هذا الشمر ريحه الروايد خير لا خير داري اش غتجيب لها دابا او حمزه رايك على الكارس جاك داك الشيخ اخي حمزه لا ناضي تبارك الله حي يوسف عمر لي ولكن شوف تونا خصيبا معنا اخي دابا هو اخصائي هو اللي قاعد هذا الشيء كامل تبارك الله عليك اخي يوسف الله يحفظك هز ولكن سولوا عليك الدراري سول فيهم الخير اخي سامي الله هز هز يوسف الله يحفظك يوسف بقينا واحد البلاصه خاوي كاينه في سيدي حيا دابا غنمشيو ليها وغادي نبلبلو وديك الكارت اشوف شي حاجه الاخر ياك ولا لا اخي يوسف كاين الدريفت غتخرج فيها كاع ديك التمارين اللي ضربنا فيها نهائيا دابا حنا شادين طريق ان شاء الله سيدي حيا كما قلت لكم بقينا واحد الخويه اللي ناضيه نمشيو تما غادي نبلبلوها المهم خليكم احنا دابا وصلنا لسيدي حيا الخوش يا اخوان البلاصه الخاوي اللي قلنا لكم كاينه في سيدي حيا دابا ما كاين غير الدريفش البلبال جاتنا وبي شوف شوف هاي المحاربه خرجت فيها سر اللهم بك كيطلعش كيطلعش غير لا لا تبارك الله شوف خدمه نقيه شوف يوسف حري لا شوف قولي الفيديو واش كيتبان لك خاصهم يشوفوها فاش الواقع يا عقل الواقع يا عقل يا تداوي على راسك تبارك الله داكشي طايح بلاصتو استاذ هبط دابا عاد دوي لهم في الارض بصح غيخلص دابا نرجعو لسيدي حيا اخي من الله يلا يلا الدبابي الدبابي كونوا معنا على القفص ما غاديش نظلم عندنا الحال شوف الزبون ناس جبت لا شوف لا شوف ايوا ها الدبابه العماريه زين هذاك قاعد ناقص ربان الواسطه ولكن قبل ما غندبي في شوبال الخوت خصنا اول حاجه نلقاو في الشانطه من الحجر والله اخو انا وراك انا وليتي نضوي دابا كاريت يا اخي الله يخلف لها من الطنوبيل حنشه حنشه يلا حنشه سير ايوا داري شغل تجيب لها دابا Fire!
الله يدير الخير.